صباح الفل والخير والسعادة على كل حضراتكم، كل محبي وعشاق الكيان المارد الأحمر العظيم النادي الأهلي. كل سنة وكل حضراتكم طيبين، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من برنامجنا. مش مطلوب من حضراتكم مشكورين غير أن أنتم تظبطوا ساعاتكم كل يوم على الساعة 10 صباحا بالظبط من الحد للأربع، وإن شاء الله لما تتابعونا ستجدوا ما يسركم من خلال 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليك. صباح الخير جدا، أنا سعيدة أن حضرتك فتحت الحلقة النهاردة. الحمد لله. إيه رأيك في فتحتي للحلقة؟ صباح الخير على حضراتكم جميعا، وصباح النصر وصباح الهنا علينا كلنا النهاردة الأربع 12 أغسطس، وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. نبدأ بقى مع حضراتكم كده أول أخبارنا، ونقول أو يعني بداية كده هنتكلم عن فريقنا اللي بيواصل تدريباته اليومية بكل تركيز وكل حماس، ده طبعا استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي يوم الجمعة إن شاء الله في مسابقة الدوري، سعيا في مواصلة الانتصارات وتعزيز مكانته في صدارة جدول المسابقة. امبارح خليني أقول لحضراتكم إن الجهاز الفني ركز في المران على الجانب الفني والخططي، وده بتقسيم اللاعبين مجموعتين، الأولى من المدافعين والثانية من لاعبي خط الوسط والهجوم لتنفيذ بعض الجمل الفنية، وكمان اللعيبة التدريبات كانت على الكرات العرضية، وأجرى أيضا حراس الفريق تدريبات قوية جدا كان خلال مران أمس. ده بيوضح لحضراتكم لينا جميعا أن الأهلي زي ما قلنا قبل كده وحنفضل نقول مش بيستهتر بأي منافس، ولا بيعتمد كمان أنه يا كريم متصدر الدوري صحيح بفارق نقاط كبيرة أو أي شيء عن أقرب منافسين، إنما هو دايما بيلعب بجدية حتى حسم اللقب رسميا.